أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل تجوز الوصية لغير أحد من الورثة؟ تجوز الإيش؟ الوصية. إيه تجوز لغير الورث، لغير وارث تصح لأجل وين تروح، لازم أنها تكون لواحد غير وارث من الناس، من الفقراء، من المساكين، من المشاريع الخيرية. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.